البروجكت بتاعي المفروض ان هو كان على البروبلم بيزد ليرنينج ابلكيشن ان دنتال بايو ماتيريالز كورس. البروجرام ده كان بدايه من عامل اورينتيشن ده الجانت شارت بتاعتي اللي كنت ماشي عليها. المفروض انا كنت اكشلي في الاول ماشي اسرع من البلان كمان شويه الى ان جه يعني في مارس انا كنت بدات هبتدي اعمل البايلوت بتاعتي، بس طبعا جه موضوع الكوفيد فاضطريت اتوقف. فاحنا كنا عملنا الاورينتيشن للستاف وللستودنتس وعملنا وجهزنا الكيسز واديناها للطلبه وبدانا نحط بلانز مع الطلبه. بس عشان خلاص المفروض نبتدي نعمل برزنتيشنز توقفنا بعد كده. فده هنا البروجكت بتاعنا. فكره البروجكت ان هو كنا هندي كل طالب في سنه ثانيه هو لسه نوت اكسبوز تماما للكلينيكال وورك هنديله كومبلكس كيس بالسيناريو بتاعها، وثرو اوت الكورس بتاع الدنتال بايو ماتيريالز هيبتدي هو يحط لها تريتمنت بلان من وجهه نظر الماتيريالز، يعني كل ستيب هيستخدم انهي ماتيريال وليه ويجاستيفاي ده وليه ما يستخدمش الثانيه ويبتدي كده. فكان بنهايه الكورس بتاع الابلايد دنتال بايو ماتيريالز يبقى قادر يعمل كورليشن كويس قوي مع الكلينيكال ستابس المختلفه اللي بيحتاج يعملها لما يخش العياده السنه اللي بعدها. ده كان فكره البروجكت ببساطه شديده. فوصلنا ان الكيسز خلاص عملناها واتوزعت على الطلبه، وكان المفروض بيحطوا البرايمري بلانز بتاعتها علشان يعملوها برزنتيشن، وكنا عاملين زي كومبيتيشن كده احسن برزنتيشنز مع بعض بنصفيهم يعملوا برزنتيشن قدام الدفعه كلها، واحسن برزنتيشن تاخد ريكورد او جوائز ليها كنوع من الكومبيتيشن والحماس. وكانت ناس الستودنتس والستاف كانوا متحمسين جدا للفكره. طبعا مع بدايه الكورونا طبعا الموضوع كان كله معتمد على الاكتشوال انتراكشن مع بعض مش اونلاين خالص. احنا كنت حاضر مع كل مقسمين الطلبه جروبس وبقعد معاهم واشرح لهم الكيس بتاعتهم ايه المطلوب فيها بحيث ان هو يعرف هيبرزنت ايه اللي مطلوب من البروجكت اصلا. كانت حاجه جديده جدا عليهم كستودنتس وكالستاف الاسيستنت ستاف طبعا. فكنا بدأنا نقعد ونجهز البلانز ديت، بس طبعا فكان صعب التعامل فيها اونلاين. مع الكورونا طبعا لما وقفنا خالص احنا كان المفروض اول برزنتيشن كانت هتبقى حوالي 20 3، احنا وقفنا من 15 3 ما قدرناش نعمل البرزنتيشنز، ومن ساعتها احنا واقفين. كان في ترايل كده ان انا اقلب الكيسز دي تبقى هي، يعني حضراتكم عارفين احنا الوزاره قالت ان السنين النقل هتبقى باسايمنتس. كان في محاوله ان انا اعمل موديفيكيشن شويه للكيسز ان هي تبقى هي الاسايمنتس، يبقى عندهم كيس وحط لها بلان وكده، بس كانت هتخرج اوت اوف كونتاكت شويه. وعرضت الموضوع على اداره القسم وكده، هم كانوا متحمسين قوي لفكره الكيسز عامه، بس لما جه موضوع الاساينمنتس ما قدرناش نوصل لصيغه ملائمه تبقى هي البديل. الاساينمنت كان يبقى البديل. ده الجزء اللي مش لطيف في الموضوع. الجزء اللطيف انا اوريدي السنه دي كان بايلوت، يعني انا عشان انا بدات البروجكت اهاد شويه بدري، فكان السنه دي بالنسبه لي بايلوت. انا اكشلي البروجكت المفروض هعمله فعليا السنه الجايه البايلوت، وتعلمت فيها حاجات ان انا محتاج احط في بالي ازاي من اول السنه ابريبير كونتاكت مع الطلبه وجروبس من اول السنه، وفي اونلاين كونتاكت ما بيننا بديفرنت اونلاين تولز بشكل او باخر. ان احنا من اول السنه انا معايا جروبس ومعانا اوفيشال كونتاكتس بحيث ان احنا والله الدراسه استمرت هنعملها اكشوال. الدراسه ما استمرتش احنا اوريدي ان كونتاكت على اونلاين بلاتفورمز من اول السنه واستابلش. احنا كانت صعوبه ان الطلبه كلها والستاف كمان احنا برضو في الاول كنا متلخبطين في الاونلاين بلاتفورمز ونخش ونعمل، ما كانش في انتر اكشنز بشكل قوي. فاعتقد خدنا خبره كبيره انا بيها من الكوفيد. فلو قدرت من الاول ان انا مقسم الجروبس دي وبنتعامل عندنا اونلاين بلاتفورم ستيبل من اول السنه بنتعامل بيها، والله استمرينا عادي خير وبركه. اضطرينا نقف في اي وقت من السنه وي هاف ا جود كونتاكت مع بعض افيشنت، فنقدر نشتغل. لان انا كده كده مش هقدر اعمل اطلب من البروجكت ده يعملوا برزنتيشن غير على اخر الترم الثاني، لان احنا بناخد الابلايد بايو ماتيريالز بنخلصها مع الترم الثاني مش من اول ترم. فلو قدرت استابليش ده من الاول اي جاس هيديني بلان بي للقصه كلها. البديل الاخير ان انا برضو من الاول ابتدي مجهزها ان كيس وقفنا وهنتعامل باساينمنتس، ان انا اجهز شكل اساينمنتس مشابه للكيسز من بدري وناخد عليه ابروفال. كان برضو كان ابروفال الديبارتمنت ده كان صعب شويه ان يبقى هو اللي عليه درجه السنه. لو قدرت اوصل لها بشكل نتوافق عليه مع او ماده الاسم يعني برضو ده يبقى بلان تاني معايا ان كيس احنا وقفنا وفي ناس مش قادر اتواصل معاها بشكل efficient communication.